في المدينة بالقرب من المسجد الكبير، وقد تمكن أبطال لواء التوحيد من دحر عصابة الأسد من هنا بالكامل في تاريخ 26/2/2013. وقد تسلقوا ودخلوا المسجد من عدة أماكن وتمكنوا من دخول الباب الرئيسي، وقامت عصابة الأسد بحرق هذه الأماكن، هذه المحلات، ونحن الآن تجولنا بداخلها، ولا يوجد أي آثار لهذه العصابة المجرمة أو يزال حلبي لواء التوحيد.